السلام عليكم، أهلا فيكم في الجزء الثاني من مراجعة الاي او اس 14. مثل ما نشوف هذا البلت نمبر حقه في النهاية، ففي مشاكل كثير راح تكون في النسخة هذه. الأشخاص اللي بيسألون كيف أنزل النسخة، شوفوا الجزء الأول تكلمت عن كيف تنزل النسخة أو الجواب حق سؤالكم هذا. المهم لو نخش هنا نتكلم عن الأشياء، مثل ما نشوف البلت نمبر في الجزء الأول ما تكلمت عن البلت نمبر، على طول دخلت على الميزات. نشوف هنا ميزة برضو الأشخاص اللي أجهزتهم مقفولة، الأشخاص اللي أجهزتهم مثلا من أوروبا او من امريكا، هنا اذا شريت الجهاز unlocked او locked، فمثلا انا جهازي الحين مفتوح، اذا شريت بيع على حق شخص ما يحتاج يشيك يشوف السيريال نمبر ويشوف هل مقفل ولا شيء، لا ابل حطت لك هنا خيار ترش عليه وتشوف انه هنا مثلا جهازي مفتوح رسمي شاري من ابل دايركت، ما بشاري كونتراكت مع شركه واقساط، لا شاري دايركت، فيكون هنا اذا كان جهازك مقفل راح تشوف جهازك هنا على اي شركه مقفل عليها. فهذه الحركه حلوه موجوده هنا. البلت نمبر او المودم فيرموير لاقت الشبكه برضو تغير، مثل ما نشوف بالنسبه لي ما في فرق الى الان، بار واحد نازل عندي في البيت، صدر الاشياء الجديده هنا في الاعدادات او في الحول هنا. لو نشوف لكم هنا الحين في السيرش، في اي مكان نسوي سيرش نشوف، لو نحول على الايموجي او الرسمات تقدر تسوي بحث هنا، تكتب على اي شيء تبي تكتبه يطلع لك الايموجي حقه هنا، مثل ما نشوف تسوي بحث على ميموجي نفسه على طول. فهذا الخيار الجديد في البحث، انك تسوي بحث على الميموجي مثل ما نشوف. لو بنكتب هنا، وهذه الخيارات الثانية مثل ما نشوف، هذا الخيار الجديد هنا. خلفيات برضو، في خلفيات جديدة في الاي او اس 14. لو نخش الاعدادات خلفيات راح نشوف هنا خلفيات جديدة، الخلفيات اللي فوق هنا مثل ما نشوف، هذا اللي حق الدارك مود واللايت مود، هذا مثل ما نشوف حاطينهم هنا. لو بنتكلم لكم الحين عن الصلاحية، في حركة جديدة حطتها أبل الحين، أي برنامج جديد عندك توك محمله تقدر بالحركة القديمة إنك تعطي صلاحية للوصول حق الصور، للوصول حق الفيديوهات، لكن الحين تقدر تخلي تعطي صلاحية للوصول حق صورة أو صورتين بس، فيفتح ألبوم الصور يوصل حق صورة أو صورتين بس. فمثلا نفتح مثلا تويتر، إشعارات أنا عدم السماح، لو بعطيه لو بخش بحث هنا بضغط هنا مثل ما أشوف الخيار هنا يطلع لكم. فالخيار هذا راح يجبر البرنامج نفسه انه مثلا جميع الصور لا، ابي احدد صورة او صورتين، اضغط عليه هنا احط مثلا عندي الصورة تم، فالحين الوصول حقه بس لحق ذي الصورة. لو بسوي رجوع بضغط مرة ثانية بس ذي الصورة اللي عرفنا ألبوم الصور، ما يقدر يوصل حق اي صورة ثانية. فحركة حلوة حاطينها في البرامج، طبعا مش بس الصور، حتى الفيديوهات حتى الاشياء الثانية كلها يعني، فحركة حلوة. في خيار جديد عندي ما ادري هل موجود من قبل، اجهزتي مش موجودة عندي، ما ادري، انا بالنسبه لي شيء جديد، انتم شيكوا عندكم هل موجود ولا مش موجود، انك على الوايرلس تقدر تسوي برايفت. كيف ليش ما ادري، تضغط على الوايرلس حقك تشوف هنا مثل ما نشوف استخدام عنوان خاص، فيمنع عنوان الواي فاي الخاص بمشغل الشبكه تتبع جهازك. فحركه حلوه عشان مشغل الشبكه نفسه او شركه الاتصالات عندك ما يتبع الواي فاي حقك. طبعا اذا كان مطفى انت اول مره وراح تشغله يقول لك طف الوايرلس ورجع فتح مره ثانيه عشان يصير السيت اب حقك عدل. فحركه جديده بالنسبه لي، ما ادري هل موجوده قبل، انا اول مره اشوفها. برضو اللي تكلمنا لكم عن المحادثات في الاي مسج والخيارات الجديده، لكن الحين في حركه جديده انه مثلا في اشخاص كثار هنا يكلمونك ما تبي تنزل تحت وتكلم شخص كل مره وتلقى فوق، ففي شخص معين كله تكلمه فتقدر تضغط عليه وتخليه بن فوق على طول. فهذه الحركه تضغط عليه كذا تحطه مثل ما نشوف تثبيت، نضغط عليه خلاص اتثبت يصعد فوق، يطلع لك فوق هنا، يتم فوق هنا، مش لازم تضغط الحركة، تقدر تسويها باليمين كذا تعطي بن. فهذه الحركة الجديدة. فآسف ميثم بس بحذفك من هنا، اوكي ما كلمك كثير يا ميثم، حتى واحدة من المحادثة حقتك عادي. آسف ميثم، اوكي بيجيب المحادثة او الفيديو هذا. المهم برضو في خيار جديد ما ادري كيف حاطينه، ما ادري ليش بس في شيء جديد. مثلا اذا نسخت شيء وبرسل حق شخص، مثلا بنسخ البرنامج هذا وبنشره لحق شخص، بضغط عليه هنا بيجي لي نسخ، سويت له نسخ الحين في اي مكان، مش لازم الواتساب، لكن بوريك اياه في الواتساب. مثلا لو نخش هنا، مثلا هنا لو دخلت على الشخص، لو بضغط هنا لجيت بلصق يطلع لي نوتيفيكيشن هنا مثل ما نشوف، ارجع مره ثانيه شفت العيد. فحركه جديده، بس الصق يقول لك منين راح يسوي الابوست، فيقول لك ان البوست حقك راح يكون من الاب ستور. فهذا الخيار الجديد هنا مثل ما نشوف من الايتونز يعني والاب ستور، بس ما ادري ايش كاتبين ايتونز. فهذه الحركه الجديده توني شايفها هنا.
برضو في الاي مسج، لو نرجع حق الاي مسج، في خيار جديد انك مثلا تكلم شخص. لو عندكم جروب مثلا انتو هنا، ابي اسوي نوتيفيكيشن او اشعار لحق شخص واحد نفسه على طول يجي له النوتيفيكيشن، فاكتب اسمه هنا مثل ما اشوف، اقدر اضغط عليه ونرجع مثل ما اشوف نحط حسن الراشد باللون الازرق واكتب. الحين بدي الحركه يجي له اشعار. تقدر تسوي حركه مثلا انا مسوي ان لحق الاشخاص ديري نفسهم، او اذا كنت انا في جروب ما يجوني اشعارات منهم الا اذا سووا لي منشن نفس الحركه، فتكتب اسم الشخص اللي عندك انت بالضبط ويجي له اشعار بعد ما تكتب الكلام حقك. بعده تقدر تطفي الحركه دي، مثلا انت بي بس يجيك اشعار من ذي الخيار ولا يجيك اشعار على طول. فانت من الخيارات هنا وتخش راح تشوف اعلامي مثل ما اشوف، فاذا شخص ذكر اسمك بالحركه ذي المنشن يجيك نوتيفيكيشن، تقدر تطفيها بكيفك انت يعني. وبرضه في خيار جديد انا اول مره اشوفه هنا في البحث، مثلا لو بكتب برنامج وابي ابحث عنه على طول، لو بكتب مثلا تويتر، لو اكتبه كامل اضغط جو على طول يفتح لي تويتر، فاي كلمه اكتبها يطلع لي زي مثل ما نشوف. مثلا لو بكتب مره ثانيه اللي عليه الدائره ذي البيضه او الهول الموجوده در مداره، فيعتبر هذا البرنامج لو اضغط جو يفتح لي على طول عليه. فحركه جديده. برضو في خيار جديد الحين في الاعدادات، الاشخاص اللي يستخدمون كلمات السر مثلي انا حق سفاري، لو نخش الاعدادات نروح كلمات السر فلازم يفتح كذا. شوف هنا في خيار توصيات الامان، في جديد بالنسبه لي انه يعلمك مثلا هذا الحساب حقك الرقم السري قديم ولازم تغيره. مثلا هنا يقول لك اصلا كلمه السر حقتك انت اللي حطها استخدمها فكذا برنامج، هذا البرنامج مثلا او برامج كثير يمكن واحد منهم اخترق او يزيد خطر الاختراق فغيرهم، فيعطيك البرامج هنا او المواقع اللي عندك كلمات السر متشابهه، او المواقع مثلا تهكرت او شيء فيقول لك غيرهم الرقم السري تخليهم متشابهه. حركه حلوه محطوطه هنا. توصيات عندي 420 موقع لازم اغير كلمات السر حقتها. برضو في اشخاص تكلموا الحين او في اشياء اللي طلعت الحين تقول لك انه في الايفون معروف ال 11 11 برو 11 برو ماكس والايفون اس اي، برضو ايفونات اللي عليها الاي 13 بايونيك، نزلت الخيار هذا انك تقدر تغير ريزولوشن من هنا من نفس برنامج الكاميرا، فمو لازم تخش الاعدادات. لكن الحين يقول لك مع الاصدار الجديد الحين الاي او اس 14 تقدر تسوي الحق برضو 10 ار وال 10 اس في الاجهزه القديمه، الى الان ما جربتها انا. يقولون في حركه، انا حاط السوفتير هذا على ايفون 11 برو ماكس. برضو تكلمنا عنكم في الاصدار القديم ان بيكتشر ان بيكتشر حاطين الحين ابل ولازم تدعم بعض البرامج، فمثلا البرامج اللي تدعم هذه تفتحها وبس تطلع من البرنامج نفسه مثل ما نشوف تشتغل عندكم بيكتشر ان بيكتشر. فنرجع لها مره ثانيه نطلع يشتغل عندكم هنا، اعطيكم اياها كاش. اي برنامج يفتح لكم نفس الثيم هذا فاعرف ان بيكتشر ان بيكتشر راح يشتغل. فبرضو اليوتيوب برنامج اليوتيوب الرسمي الى الان ما يدعم، لكن لو فتحت اليوتيوب مثلا في سفاري فتحته راح يطلع لك نفس الثيم، اذا كبرت الصوره مثل ما نشوف نفس الحركه، فخلاص لو تطلع من فاليوتيوب راح يشتغل عندكم بيكتشر ان بيكتشر نفس الحركه. تفتح لك اي متصفح ثاني، تفتح لك انستغرام، خلاص يشتغل عندك بيكتشر ان بيكتشر نفس الحركه. ان شاء الله عاد اليوتيوب ما يوقفونها. طبعا بيكتشر ان بيكتشر برضو لازم تشغلها في الاعدادات، لان هي الاصل تكون شغاله لكن يمكن ان طفيتها او شيء تحوس، تخش الاعدادات عام تشوف هنا خيار الصوره داخل صوره سنة. تكون تقدر تشغل وتقدر تطفيها من هنا الخيار. لو بنتكلم لكم عن الجيم سنتر، فالحين بالاب ستور تقدر تلعب مع العائله والاشياء دي، فلو تخش اب ستور حقك تضغط هنا مع الاصدقاء مثل ما نشوف في الجيم سنتر، لو تضغط تشوف الاصدقاء حقينك كم واحد عندك في الجيم سنتر وتضيف اشخاص كثار عشان تلعب معاهم بالالعاب، شيء عادي يعني الاصدقاء حقينك تشوف اخر الاشخاص من هنا. برضو في خيار جديد في الريديوس الساوند، لو نخش الاعدادات ننزل تحت حق الموسيقى او الصوت او النغمه نشوف الاصوات هنا، فتقليل الاصوات العاليه مثل ما نشوف هنا، فتقدر تستخدمهم انه يمكن يحلل الصوت اللي يمك ويسوي له خفض على حسب مثلا تحط لابس سماعه او شيء. فلما عرفت المزيد تقدر تضغط هنا وتشوف الميزات كلها هنا موجوده مثل ما نشوف همس والاشياء دي، فهذا خيار موجود الحين ويعلمك الصوت اللي يمك يعني هل ازعاج ولا مش ازعاج. ما تشوفون قبل شوي طلع لي جيد فانا ما اسوي ازعاج. اوكي شوفوا. طيب لو بتكلم لكم الحين عن الهوم سكرين، تكلمت لكم عن اللايبراري، تكلم لكم عن الحركات اللي حطتها قبل هنا، لكن في خيار هو اللي تحت في البرنامج. فمثل ما نشوف لو عندك برنامج ما تبي تستخدمه الحين، لو دور ان برنامج احنا ما نبي نستخدمه صعبه تحصل. طيب مثلا هنا الاتش بي سمارت لو اضغط عليه اقدر اسوي ازاله للبرنامج، اقدر احذفه كامل من نفس الجهاز واقدر اوديه لاضافه الى المكتبه اللي هي هذه تضيفها هنا،
فخلاص تحذفه من عندك هنا بالجهاز ويروح عندك هناك، مثلا ما نشوف إضافة إزالة خلاص يروح هناك، أو إضافة للمكتبة بكيفك. أنا سويت له إزالة عادي، أو إنك توديه من المكتبة مثل ما قلت لكم. فنسوي مرة حركة ثانية، نضغط هنا إزالة إضافة للمكتبة، ينحذف من عندك هنا يروح عندك في المكتبة. يعني تقدر تبحث عنه، تقدر تشيك، تقدر تسوي حركات دي إنك تهز تسحب البرنامج هذا ترجعه. ففي حركات حلوة على حسب الأشخاص اللي يحبون ذي الحركة. أنا بالنسبة لي جالس أحاول إني أحبها، بس إلى الآن ما بعجبتني. إلى الآن بالنسبة لي شيء جديد، أوكي شيء حلو إنه شيء جديد، لكن أحاول إني يعجبني. لو نتكلمكم عن الكنترول سنتر برضو، في خيارات جديدة تقدر تحطهم في الكنترول سنتر هنا، مثل ما نشوف السليب والصوت، الأصوات هنا تقدر تخش الإعدادات، تروح حق الكنترول سنتر من هنا أو مركز التحكم وتضيفهم لك. مثل ما نشوف أنا ضيفهم هنا، التعرف على الأصوات، شو الحركة الحلوة. مثلا عندك الإيربودز ولابسها، في إزعاج من حولك، أو مثلا لابس السماعة واشتغل ألارم في الشقة، مثلا حريق أو شيء لا قدر الله، فتقدر تخلي الجهاز حقك يعني يسمع الصوت ويعطيك تنبيه. مثلا حتى وانك مشغل نويز كانسليشن عشان تسمع اللي حولك، مثلا جهاز الانذار يكون شغال، صافرة الانذار، انذار حريق، قطة، كلب، صوت كلب يمك، اي شيء يطلع لك. مثلا بوق سيارة برضو، جرس الباب، مثلا حط الايربودز وناسي اللي حولك، واحد يضرب الباب ولا شيء، تقدر تحط الخيار هذا، فمياه جارية يجيك تنبيه. فحركة حلوة عشان النويز كانسليشن ما يعزلك عن الكل وتجيب العيد في اشياء. هذه الحركة برضو سليب تراكنج، الأشخاص اللي راح يستخدمونها، أنا بالنسبة لي ما راح استخدمها، والحمد لله أنا ما تشتغل عندي مثل ما نشوف. راح أسوي لكم السيت أب حقها إن شاء الله شوي قدام، نعرف كيف نشغلها. ولو نخش برضو الإعدادات، أبل مثل ما قلت لكم شادة على البرايفسي هنا أو الخصوصية. لو نخش الخصوصية هنا، لو نشوف التراكنج هنا أو التتبع، مثل ما نشوف حطوا لك خيار هنا التراكنج، راح نشوف سماح التطبيقات بالتتبع أو تطفيهم. فلو طفيتهم خلاص جاب العيد حق التطبيقات، لازم يجي لك اشعارات وان تسمح لنا نتبعك ولا شيء. فهذا الخيار هنا، وتقدر تضغط معرفة المزيد، راح تعرف الاشياء الزايدة اذا انضغطت معرفة المزيد. اوكي مثل ما اشوف بيتا ثاني ان شاء الله تشتغل عندنا عدل. برضو في خيار حلو الوجت، انا اذا ما بعجبيني ذي الخيارات، الاسهم مال شنو هو الوجت اللي تحطهم هنا، لكن في واحد تقريبا ارتحت له اللي هو سمارت وجت. فكيف تسويه؟ راح اوريكم الحين. نخش هنا، نضغط على برنامج مثلا تحرير، نضغط على البلس، هذا اول واحد بس، هذا السمارت. لو بنحطه نختار مثلا مربع كذا كامل نضيفه، ده حلو بالنسبه لي. ليش؟ تحط الصور، تقدر تلعب بنفس الوجت مثل ما نشوف، اقتراحات سيري، الخرائط، التقويم، شفتوا كيف؟ الطقس. فبالنسبه لي هذه الحركه والملاحظات، الصور، بالنسبه لي هذا احسن واحد. ما ادري كل واحد كيف، تقدر تلعب فيه طبعا، تنزله تحت وترقيه مثل ما نشوف كيفك، بعدين تحذفه خلاص. الى الان ما متاقلم على الحركات دي. طيب لو نتكلم لكم الحين حق تراكنج او سليب تراكنج، فلو نخش على الهيلث او صحتي مثل ما نشوف، نروح حق الملخص، لا نخش هنا عكس صح، نشوف النوم هنا. ابعلمكم شيء، النوم او برنامج تتبع النوم او الاشياء اللي تسويها، كانت اول في برنامج عندنا او خيار في الواتش، في برنامج الساعه. لو نخش هنا في خيار هنا حق النوم، كنا نشغله وشرحته كذا مره، ان تحط لك وقت تنام فيه وتصحى عشان الجهاز يتتبع ويعدل لك البطاريه برضو، ومتى يعرف الرديوس حق البطاريه ومتى تشحن. تكلمت عنه من زمان، ابل شلته من هنا، ابل حطيته الحين في صحتي. فلو تخش هنا في صحتي كل شيء هنا صار. لو تضغط بدء مثل ما نشوف نمط النوم، الاسترخاء، ابل ووتش، جدول مواعيد النوم، جدول مواعيد النوم هذا كانت في الساعة جابتها هنا، نمط النوم، اي استرخاء مثلا خلاص تحط الوقت المحدد. اوريكم الحين مثلا تعيين الهدف 8 ساعات مثلا في اليوم راح تنام، ضغط اوكي، تحط الوقت كيفك متى تنام متى تصحى، وتحط الايام اللي تبيهم مثلا تسويهم، انا ما اعرف بالحا ف، المهم تختار ليش الايام اللي تبيهم، جدول اوكي، منبه الاستيقاظ، تبي الصوت خفيف، الصوت مثل ما نشوف، قفوه، خيارات اللي هنا موجود، تضغط اضافه. الخيار الحلو الحين كانت ابل اول في هنا يوم كان هنا موجود، ما في الا تسوي له واحد، يعني مثلا اوكي بتسوي حق يوم الاسبوع، طيب الويكند كيف؟ لا ما يحتاج تسوي، ابل كذا حطيتها لك. كنت لازم تسوي لك مثلا منبه ثاني خاص، مش لحق النوم، لا منبه عادي علشان الويكند.
الحين لا، تقدر تسوي جدول كذا واحد، تقدر إضافة جدولة ثانية لحق الويكند مثلا، بتنام وتصحى في وقت معين يعني غير مثلا، فأنت بكيفك وانت باحتياجك اللي تسوي مثلا ضغط إضافة. الضغط التالي هنا الخيارات: نمط النوم اللي قبل شوي قلنا لك إياها، إنك سويت لك تعيين نمط النوم قبل مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة من النوم، جهازك خلاص يخفت، الإضاءة تتغير عندك، يجهزك لحق النوم، يعني نمط النوم يشغلك، يعني مثل ما نشوف تبي استرخاء قبل 30 دقيقة، قبل 10 دقائق، فيرتب لك النوم، يرتب لك الأشياء. اختصارات الاسترخاء تقدر تحط اختصارات برا، شورت كات لو بتحطه، إضافة اختصار كيف يكون الاسترخاء، ولا الموسيقى، الأشخاص اللي يحبون الأشياء دي عندكم هنا تجلسون وترتبون كل الحاجات دي. فهذه تقريبا كل الأشياء الجديدة والأشياء اللي أنا شفتها الحين جديدة في الـ iOS 14 الجزء الثاني، فترقبوا جزء ثالث إن شاء الله. بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في حساب سناب شات، تشرف إضافتكم، ونشرنا مقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني من فضل دعاكم، والسلام عليكم.